زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة واللي كنقدموا فيها بطبيعة الحال جديد أخبار الساعة للمواطن المغربي، وبطبيعة الحال بأسلوب مشوق وباللهجة الدارجة. أنا محمد البوداري، صحفي مهني، والدور ديالي هو نساهم في نهضة وتقدم بلادي بفضح الفساد وتوصيل المعلومة للمواطن المغربي في أسرع وقت ممكن. ولكن ما تنساوش تعاونونا بالبارتاج والتعليق. خليكم معايا، بعد الفاصل غادي نبدأ في حلقة اليوم. ألف تحية وشكر وتقدير واحترام للشاف ديال المخزنية في مطار مراكش الدولي. الأخبار الواردة كتقول بأن هذا المسؤول تمكن من توقيف 4 ديال الأشخاص، هم عبارة عن انفصاليين موالين لجبهة البوليزاريو بمطار مراكش. المسؤول ديال المخزنية ما أحمش داكشي اللي كيشوف، وعطى التعليمات ديالو للعناصر ديالو باش ينوضوا معاه ويقرقبوا على هاد الانفصاليين. هذا 4 ديال الناس واللي هما معروفين من الوجوه البارزة الدائمة لجبهة البوليزاريو رفعوا الإعلام ديال واحد المجموعة من الدول العربية المؤيدة لمرتزقة البوليزاريو، وهذا الشيء داخل مطار مراكش الدولي. هاد الواقعة كيف قلت خلفت واحد الاستنفار أمني كبير وحالة غضب شديد عند المسؤولين ديال المنطقة، وقرر رئيس فرقة القوات المساعدة واللي كتخدم تم على مدار الساعة داخل المطار وتمكن من إيقاف 4 ديال الأشخاص مغاربة، كلهم كانوا كيحملوا أعلام دول الجزائر، تونس، ليبيريا والسودان. كذلك قام هذا المسؤول بتبليغ رجال الأمن واللي انتقلوا إلى عين المكان على وجه الصرحة للتحقيق في الواقع وإيقاف الأشخاص المذكورين واقتيادهم إلى مخفر الشرطة. السؤال هو واش النيابة العامة ديال المنطقة يعني مدينة مراكش أمرت بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهم على القضاء من أجل المحاكمة ديالهم بتهم الانفصال، أم تم الإفراج عليهم؟ وفي المقابل كاين خبر آخر في غاية الخطورة. النظام الجزائري العسكري كينتقم من مغاربة أزل وكيلقي القبض عليهم بسبب جنسيتهم فقط. فمن بعد تلقي صفعات قوية من مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة أصابت العسكر هيستيريا غير مسبوقة، ولم يجد هذا النظام الدموي للانتقام من المغرب وتفجير حقده إلا عن طريق مواطنين مغاربة أزل يشتغلون بعرق جبينهم ووضعوا مهاراتهم في خدمة أشقائهم الجزائريين، فقام بطردهم عبر الحدود الجزائرية المغربية بمنطقة جرادة في عز الوباء المتفشي في جميع أنحاء العالم، ومنهم من تم اعتقاله من بعد ما لفقوا عليه تهم وشهروا بهم لأنهم فقط مواطنين مغاربة. بلاغ من الجزائر كيقول بأن مصالح الأمن الجزائري تمكنات من توقيف 4 مغاربة عزل في ولاية عين الدفلة معروفين لدى المصالح الأمنية بحكم أنهم يشتغلون في المهن الحرة الفنية، ولم تجد مزابل الإعلام العسكري ومنها جريدة النهار إلا أن تحرف الخبر وتروج للكذب بنشرها معلومات تقول بأن المغاربة 4 كانوا دون وثائق ولا يتوفرون على رخص عمل، كما أن الموقوفين 4 كانوا على متن سيارات داخل مدينة عين الدفلة. وتضيف قناة المخابرات الجزائرية بأن المغاربة 4 كانوا كثير التنقل بين خميس مليانة وعين الدفلة، وتقول بأنه تم اقتيادهم إلى مقر الأمن من أجل معرفة سبب وجودهم بالجزائر والجهة التي كانت تأويهم. يعني هاد الناس كيقولوا بأن هاد المغاربة 4 ربما يكونوا جواسيس ديال المغرب وكتعطي إشارات وتأويلات لهذا الغرض. ومن المعلوم بأن النظام العسكري الجزائري سبق لاعتاق المغربي أعزل وذلك خلال الحراك، علما أن هذا المواطن المغربي لم يشارك في الحراك ولم تكن له أي صلة بالحراكيين، فقط هو مغربي. وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري تمكنت مصالح شرطة الجزائر العاصمة على مستوى ساحة أول ماي من توقيف شخص من جنسية مغربية كان مندسا وسط المشاركين في مسيرة الحراك. ويتابع بيان الشرطة الجزائرية بأن هذا المواطن المغربي يبلغ من العمر 30 سنة ويوجد في إقامة غير شرعية بالجزائر، بينما كشفت المصالح ذاتها بأن التحقيق مفتوح من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر، وتبين فيما بعد أن هذا المواطن المغربي متهم بقيادة الحراك والمظاهرات المليونية في الجزائر. لكن الواقع شيء آخر، فقد ثبت لاحقا بأن هذا المواطن المغربي بريء براءة الذئب من دم يوسف. أيضا سبق للسلطات العسكرية الجزائرية أن أقدمت وللمرة الألف على ترحيل 8 مواطنين مغاربة عبر إقليم جرادة، منهم 3 أشخاص ينحدرون من إقليم الناظور كانوا يريدون التوجه فقط إلى مدينتهم قبل أن يتم إيقافهم، إلى جانب 5 آخرين ينحدرون من إقليم تازة والذين تم نقلهم صوب دار الطالبة التابعة لجماعة إسلي، حيث تم وضعهم رهن الاعتقال قبل طردهم إلى المغرب. كما سبق للنظام العسكري الجزائري أن أقدم في خطوة بائسة ووحشية خلال شهر مارس في عز الجياح وباء كورونا على ترحيل 8 مواطنين آخرين
بعد ترحيل 12 مواطنا مغربيا من الأراضي الجزائرية إلى التراب المغربي ورميهم على الشريط الحدودي المغربي بإقليم جرادة معرضا سلامتهم للخطر. ويقع كل هذا في الوقت الذي تقوم فيه السلطات المغربية الأصيلة على إرجاع جزائريين إلى سكنهم بعد أن قام بطردهما صاحب منزل يكشريانه بمدينة المضيق وتكفلت بدفع كرائهم وكهربائهم ومائهم في هذه الظروف العصيبة والحرجة، كما ضمنت كرامتهم وأمنهم وسلامتهم ومعيشتهم كباقي الأشقاء الجزائريين المقيمين فوق التراب المغربي سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية. موقف النظام العسكري الجزائري البئيس الذي تجاوز حد المرض بعد انقضاض الجنرال سعيد شنقريحة على أركان الجيش يؤكد مرة أخرى حجم الحقد والضغينة والحسد الذين يملؤون قلبه الأسود تجاه المغرب ونظامه وشعبه، ويكشف ما قام به في هذا الظرف الصعب عن وجهه الحقيقي المتوحش واستمراره في معاداة بلد شقيق جار مسلم يكن للشعب الجزائري كل الاحترام والتقدير بحكم أواصر الدم والقرابة وعلاقات الجوار، وهو الشعب الذي امتزجت دماء أبنائه بدم إخوانه الجزائريين في مقاومة الاستعمار الفرنسي الغاشم لتحرير الجزائر. من جهته وجه أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي صفعة موجعة إلى الجزائر والبوليزاريو وكل من يدعم الانفصال في المغرب بعدما أكد على قوة وعمق العلاقات المغربية الأمريكية التي توجت باتفاق اعتبره بلينكن تاريخيا ويزيد من متانة العلاقة بين البلدين والشعبين. وزير خارجية أمريكا وفي مداخلة على هامش لقاء افتراضي جمعه بناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي ونظيره الإسرائيلي أكد أن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل سنة بين واشنطن والرباط وتل أبيب مكن من تحقيق عدد من المكتسبات الإيجابية، وأوضح بلينكن بأن الاتفاق بمثابة إنجاز دبلوماسي يعكس الالتزام المتبادل بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدان الثلاث، مضيفا أن هذه العلاقات ستزداد وستقوى أكثر من خلال تنزيل مضامين الاتفاقيات الموقعة خاصة في الشقين التجاري والعسكري. كما جدد المسؤول الأمريكي دعم بلاده للقرار والذي سبق أن اتخذته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل صحرائه، مشددا على أن أمريكا تسعى إلى تحقيق السلام والازدهار بالمنطقة من خلال العمل أكثر على دعم الاستقرار. تصريح وزير الخارجية الأمريكي يأتي لينهي الشائعات التي أطلقها الإعلام الموجه من عسكر الجارة الشرقية والذي يبدو أنه لم يستسيغ بعد تفوق المغرب عليه دبلوماسيا وخاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة التأييد الدولي لسيادة المغرب على كامل الصحراء. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة عن طريق مشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع مع جميع معارفكم وأصدقائكم. أيضا كنتسناكم تعبروا على الآراء ديالكم من خلال التعليقات أسفل، والأهم هو دير لايك ديالك لهذا الفيديو باش يزيد ينتشر أكثر. وبالنسبة للناس اللي مازال ما تابوناو معنا في هاد لاشين، كنتمناهم يضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي يتوصلوا دائما بالجديد ديالنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.